لبيك اللهم. حلت تكبيرات العيد أرجاء الأمة الإسلامية، وطاف حجيج بيت الله الكعبة المشرفة بقلوب خاشعة. فما من وقت تحل فيه البركات ويحل فيه السلام مثل وقتنا هذا، يتقبل الله فيه دعواتنا وتوبتنا بإذنه، داعين الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلواتنا، وحج مبرور لمن استطاع. مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والمغفرة.